في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير عليكم جميعا. قالت لي الأرض لما سألت: يا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. صباح الإرادة وصباح الحياة لكم مشاهدينا في كل مكان. لوحة صباحية جديدة تجمعنا، نتمناها دائما بكل خطوط وألوان الجمال والإبداع والأمل والتفاؤل. نتمناه دائما السبت بداية إيجابية ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. وكعادتنا في صباح الشروق نفتح أبواب الصباح على كل مساحات النبض الصباحي، ونحتفي بالسودان وإرثه الثقافي ومساحاته الجغرافية المختلفة، نفتح عليها أبواب الصباح. صباح الخير عليكم جميعا. لكم التحايا كل مشاهدي صباح الشروق، ودائما من خلال صباح الشروق هي مساحات للنبض الصباحي والأحداث المختلفة في كل ولايات السودان. نعكس من خلالها الأحداث للصباح، وننقل الأخبار الثقافية الاقتصادية السياسية والاجتماعية وكل مساحات نبضنا الصباحي، ونفتح أبواب الصباح على كل المداخل التي تهم أحاديث الصباح في حكاية صباحية نتشاركها، وتشارك قهوة الصباح معكم نتمناها دائما بطعم الأمل. لكم التحايا مشاهدينا، ودائما من خلال مساحاتنا الصباحية كما ذكرنا هو نبض صباحي لمختلف الأحداث، نحاول أن ننقل هذا النبض للأحداث المختلفة. بعد غد الاثنين بإذن الله يحتفي السودان المنظمة القومية للوقت، تحتفي باليوم الوطني للوقت، فسعداء اليوم أن نتحدث في هذا الجانب عن الوقت. وقد قال الحسن البصري: أن يا ابن آدم أنك أيام، إذا مضى يومك فقد مضى بعضك، فكيف يمكن أن ندير هذه الأيام وكيف يمكن أن ندير الحياة؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا اليوم مع الأستاذ معتصم عبد القادر القاضي، مدير العلاقات العامة لمنظمة المنظمة القومية لإدارة الوقت. مرحبا بك وصباحك خير. مرحبا لك، التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله المشاهدون الكرام، والتحية لكل السودانيين في كل مكان، وللذين يحترمون الوقت والذين يلتزمون به والذين يديرونه بالشكل الأفضل. لكم التحية وصباح الشروق، نشكركم على هذه الاستضافة. ولكم التحايا، وكل عام وانتم بخير، ونحن نحتفي باليوم العالمي او اليوم الوطني للوقت، وهي يعني احاديث نحتاجها في حياتنا اليوميه بالتاكيد. فبدايه نتعرف على المنظمه القوميه لحمايه الوقت. ايوه، المنظمه القوميه لاحترام الوقت هي منظمه وطنيه ثقافيه اقتصاديه مستقله، هدفها هو نشر ثقافة احترام تنظيم وتعظيم واستثمار وإدارة الوقت. رؤيتها الوقت ثروة اقتصادية قومية نادرة، ورسالتها الوقت للإنتاج للعمل للإنجاز، وبالإنتاج وبالإنجاز نستطيع أن نبني هذا الوطن ونصنع المعجزات من خلال إدارتنا لهذا الوقت. وشعار هذه المنظمة: الوقت هو الحياة. صحيح، هو الوقت هو الحياة، يمكن هو عبارة ننطلق منها في حديثنا عن أثر إدارة الوقت على الفرد وعلى المجتمع، وكيف يمكن من قبلكم في المنظمة أن تقدموا جوانب ثقافية في هذا الجانب، أهمية إدارة الوقت للفرد وللمجتمع. أهمية إدارة الوقت بالنسبة هو طبعا نجاح إدارة الوقت بالنسبة للفرد، هو بالتأكيد حينعكس سواء كان على المجتمع في شكل أسرة، في شكل مجتمع العائلة، وعلى مستوى الدولة أيضا تستفيد من إدارة هذا الوقت. ولو سألنا كل الذين حققوا نجاحات على مستوياتهم الشخصية أو على مستوياتهم العامة، تدرك تماما أهمية توظيفهم لإدارة وقتهم.
الوقت هو الحقيقة الوحيدة التي يملكها الإنسان. الإنسان الفقير والغني، الفاشل والناجح، الضعيف والقوي، كل هؤلاء يتفقون أنهم يمتلكون وقت اللي هو 24 ساعة في اليوم. كيف تدير هذه ال 24 ساعة بالشكل الذي يحقق لك التوازن، الذي يحقق لك الإيجابية في التعامل مع الحياة؟ فأهمية احترام الوقت ينعكس إيجابا في كيفية تحقيق استقرار ذاتي وكيفية تحقيق أهدافك اللي أنت خططتها لحياتك. هي طبعا احنا في موضوع إدارة الوقت ده قد تكون هي في وسمة كده أو وصمة بقت مرتبطة بالسودانيين، فخلينا بداية قبل ما نتحدث عن الموضوع، هل حقا نحن غير قادرين على إدارة أوقاتنا؟ وكيف يمكن أن نقدم هذه الجرعات التثقيفية إذا كان في إطار التربية أو إدارة المدارس في التعليم وغيرها للاهتمام والتثقيف في جانب إدارة الوقت؟ هو فعلا كلامك صحيح تماما، اللي هو دي بتجي في إطار المعتقدات بالنسبة للوقت والالتفات له، وكيف نحن نقدر ننظم. السودانيين حقيقة اشتهروا بصفات طيبة كثيرة جدا، اشتهروا بالكرم بالشجاعة بالنجدة بالمروءة، ونحن معروفين يعني في العالم كلنا بأننا شعب متكاتف متضامن، ودي كلها صفات نبيلة وجميلة. لكن برضو عرفنا نحن شعب كسول وشعب ما بيهتم بإدارة أو بتنظيم وقته، وده يمكن يرجع لعدد من العوامل، يعني منها مرات تربيتنا، تربية ذاته في البيت. الأب والأم ما بيعطوا الطفل يعني الجداول أو البرامج اللي بتنظم له وقته، وقت القراية، وقت اللعب، وقت النوم، وقت تقابل أصدقائك، منذ فترة الرياضة الأطفال وفترة المدرسة وإلى آخره. فكل ما الطفل نشأ على احترام وتنظيم وقته، كل ما نمى بهذا الشعور يعني وترعرع معه ومارسه بعد ذلك في حياته اليومية. الأمر الثاني، نحن شعب ما بيقدر يقول لا. يعني انت بتكون شغال في شغل مهم وكده، يضرب لك زول من اصحابك يقول لك يا اخي تعال اتعشى معي او تعال اتغدى معي، او يجيك في البيت يقول لك انا رايح معي مشوار. فانت بتكون اصلا عندك مهام خططت لها من الصباح بترتبها، فما بتقدر تقول له لا. فدي برضه من العادات السلبيه. العادات ايضا السلبيه اللي هي الصوره الذهنيه عندنا للوقت، يعني يقول لك يا اخي مستعجل مالك؟ ما الوقت قاعد انت كده، يعني انت مالك ضايق. فلازم نحن يكون عندنا قناعات بانه ال 24 ساعه اللي هي 1445 دقيقه دي لابد انك انت تكتبها. من نحن ما المفروض نخطط يوم بيوم كمان، نحن المفروض نخطط باليوم بالاسبوع بالسنه، لانه انا عندي اهداف ذاتيه، اهداف اوليه واهداف متاخره، اهداف بتتعلق بممارستي في اداء واجبات اجتماعيه، اداء يعني مهام وظيفيه دايره اقوم بها. نحن حتى في العمل 8 ساعات المفروض نحن نقضيها في العمل، ممكن نكون اشتغلنا فيها ساعتين، يعني بالضبط. باقي الساعات لما مهدر كده، فدي جزء من العوامل اللي بتخلينا نحن ما نحترم الوقت، وبالتالي ما نستطيع ان نوظفه في ادارته بالشكل الملائم. صح، ويمكن نحن يعني في حديثنا دائما عن الصفات المطلقه دي، نحن ما بنقول انه الشعب السوداني هو يعني هي وصمة لكل الشعب السوداني، ونحن ضد الصفات المطلقة، وبالتأكيد هناك الكثيرين قادرين إنه هم يديروا أوقاتهم بشكل وقدروا يكونوا ناجحين لأنهم هم مديرين لأوقاتهم بشكل صحيح. في جانب ذكرته، جانب الخطة، نحن يعني قد نخطط لكن الخطط في زحمة الأشياء زي ما ذكرت، فراغك إذا لم تملأه فسيملأه غيرك، يعني مجموعة من الناس بيملوا فراغاتنا. فخلينا برضو نتكلم في جانب ده، انه هنا كيف نخطط. يعني كثير من الناس بتكون عندهم اهداف، بتكون عندهم خطط، لكن هي ما مكتوبه مثلا، فكيف هو ذاته طريقه التخطيط؟ ايوه، التخطيط هو مرتكز على الاهداف. كل ما كانت اهدافك واضحه انت بتخطط عشان تصل ليها. يعني انت لو ما عندك هدف طبعا دي مشكله كبيره جدا، لانك في النهايه تخطيطك هيكون مفتوح. لكن لما يكون هدفك واضح ومحدد، وبالتالي تخطيطك هيكون واضح ومحدد. عايز تحقق مثلا مشروع زراعي مثلا، عايز والله هذه الارض الكبيره دي الالفي فداني عايز تزرع محصول محدد، لابد انك انت تجيب ورقه وقلم وتكتب كيف تستطيع انك تحقق نجاح لهذا المحصول، بالتقاوى، بالتوقيت المناسب، بالاليات والمعدات، بالاجهزه، كيف حتتصل بالعمال وهكذا. فعمليه الكتابه دي عمليه مهمه جدا في ممارسه تحقيق اهدافك من خلال تحديد الرؤيه بتاعتك اللي انت بتزعى عليها. انا احكي قصه صغيره عن عندنا رئيس المنظمه العميد حسن عثمان ابراهيم.
ده كان في زيارة لأثيوبيا، زيارة خاصة، وهناك التقى بمستثمر أجنبي وتبادلوا الحديث وكده. فقال لي جابك أثيوبيا شنو؟ قال لي والله لقيت فرص استثمار، يعني جاي يستثمر أموالي في هذه الأرض يعني وهذه الجارة. فقام قال لي طيب ما تيجي السودان، السودان فيه فرص كبيرة زراعية وصناعية ومعدنية وإلى آخره يعني وسياحية ممكن تستغل يعني. قال لي والله يا أخي أنا حقيقة جيت السودان قبل كده بدعوة من مسؤول سابق يعني في فترة سابقة، وعندما حضرت للسودان ذلك المسؤول استقبلني استقبال جيد جدا وأكرمني، واتفقنا أنه ثاني يوم نلتقي الساعة 11 في مكتبه للبحث العملية بتاعت الاستثمار يعني تفاصيل وكذا. وأنا جيت في مواعيدي المحددة الساعة 11، وللأسف المسؤول ده ما جاء في مواعيده المحددة. وطوالي أخذ انطباع بأنه طبعا دي بداية غير موفقة هذا المستثمر الأجنبي، وبالتالي غادر السودان. ده اللي خلى الرئيس المنظم الحالي ده اللي هو العميد حسن ديا يجي السودان ويجمع مجموعة من كبار رجال الدولة في السودان، وعلى رأسهم كان الله يرحمه المشير سوار الذهب اللي هو كان أول رئيس مجلس أمناء الله يرحمه تقمده بواسع رحمته لهذه المنظمة، وعدد كبير جدا من قيادات البلد في كافة المجالات في الثقافة وفي الرياضة وإلى آخره. وعقدوا الفكرة أنه يقيموا هذه المنظمة حتى تكون مفتاح يعني تغيير وجهة نظر العالم تجاه السودان في مسألة الوقت. والآن طبعا رئيس مجلس الأمناء هو البروفيسور علي شمو ويوسف فضل هو نائب رئيس مجلس الأمناء. دي كلهم حقيقة مجموعة من القيادات العلمية والأكاديمية بتضمها المنظمة. صحيح، ويمكن مجموعة من الجمعيات ومجموعة من المنظمات وحتى في جانب التنمية البشرية بنشاهد مجموعة من المختصين بيتحدثوا عن إدارة الوقت، ولكن دائما حديث عن النظرية فيبقى التطبيق على الأرض فيه مشكلات ومجموعة من التحديات. خلينا نتحدث عن التحديات التي واجهتكم والمعالجات الممكن تكون هي فيها إلزام قانوني أو غيرها، كيف يمكن أن يعني ندير الفرد في أنه هو يدير وقته؟ أيوة، عملية الالتزام باحترام الوقت مبني على عنصرين، عنصر العنصر القانوني اللي هو لابد أن تكون في تشريعات وفي قوانين ضابطة لهذا الشخص وكان في المؤسسات العمل في الخدمة المدنية أو في القطاع الخاص، وفي المسألة الأخلاقية إنك أنت برضه يكون لك أخلاق في التعامل مع الوقت. ونحن من منطلق ده حقيقة كل رؤساء، نحن أسسنا حقيقة كل فروع الولايات أسسنا لها فروع للمنظمة، ورؤساءها يعني تلك الفروع هم يا إما أساتذة معلمون يعني أو تربويون، لأنه قناعتنا إن المعلم هو ده الإنسان الوحيد القادر إنه يحدث تغيير في مفاهيم إدارة الوقت بالنسبة للطلاب. وأيضا سعينا عبر وزارة التربية والتعليم إنه ندخل منهج إدارة الوقت في المنهج العام، والحمد لله هم استجابوا، وربما نشهد خلال هذا العام أو العام القادم مادة لإدارة الوقت في المناهج السودانية. صح، نحتاج يعني للمناهج نحتاج لرؤى قانونية حتى في موضوع إدارة الوقت لننفذ كل هذه النظريات واقعا زي ما ذكرنا. نحن في ختام لقائنا لازم نتحدث عن احتفائكم الخاص، وممكن نقدم من خلال هذه الاحتفالية ويعني الأهداف المختلفة اللي أنتم ترجو أن تخرجوا بها من احتفائكم باليوم الوطني لاحترام الوقت. أيوة، اليوم الوطني هو جاء من تأسيس المنظمة. المنظمة تأسست يوم 17 أكتوبر 2017 وده كان انعقاد الجمعية العمومية، وهي مسجلة طبعا في المؤسسات الرسمية في الحكومة. وبالتالي احنا كل عام في مثل هذا اليوم بنقيم احتفال، هذا الاحتفال هذا العام وتحت رعاية سيد والي ولاية الخرطوم المكلف، وكون لجنة عليا برئاسة وزير الثقافة والإعلام المكلف الأستاذ عوض أحمدام، وهذه اللجنة عقدت اجتماعات عديدة في مكتب الثقافة والإعلام، واتفقنا انه نعقد ورشة تدريبية للوزراء المكلفين والمدراء التنفيذيين بالمحليات وقادة العمل التنفيذي والشعبي والسياسي في ولاية الخرطوم. ده حيكون يوم الاثنين الساعة 11 في أمانة الحكومة، حتصبغ جلسة خطابية، هي جلسة افتتاحية حيتحدث فيها السيد الوالي المكلف ورئيس المنظمة ورئيس اللجنة التحضيرية. الدورة عن إدارة الوقت بالنسبة لقادة الخدمة المدنية. أيضا سيكون هناك تدشين لفرع ولاية الخرطوم
عبر هذه الفعالية، وأيضا إن شاء الله سنخطط خلال الأسابيع القادمة لإقامة ليلة ثقافية عن إدارة الوقت أو عن الوقت بشكل عام في الفنون والآداب في السودان. وأيضا لدينا ترتيبات لإقامة يوم عام للنظافة في إطار فعاليات اليوم الوطني للوقت، إنه نقيم يوم للنظافة في ولاية الخرطوم بمشاركة قادة الدولة إن شاء الله. صحيح، وهي كل هذه الخدمات مرتبطة بالتأكيد بإدارة الوقت. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لحضورك على شاطئ الصباح اليوم الأستاذ معتصم عبد القادر القاضي، مسؤول العلاقات العامة بالجمعية الوطنية لحماية الوقت واحترام الوقت. شكرا لك جزيلا، ومشاهدينا نتمنى دائما أن نكون قادرين على إدارة أوقاتنا بالطريقة المثلى. كل عام وأنتم قادرين على ذلك. بعد الفاصل يتواصل صباح الشروق.